ولكن الظاهرة الحقيقية والمقلقة والتي شغلت بال الوسط الطبي بشكل خاص والمصريين عموما ظاهرة هجرة الأطباء. لماذا يهاجر الأطباء من مصر؟ تفضل يا فندم. هي طبعا هي ظاهرة ليست مصرية، هي ظاهرة عالمية، يعني عالمية عالمية. يعني أنا بقعد مع سفراء كتير جدا ومع دول كتير جدا عندهم يا إما عنده نقص شديد من في الأطباء وفي الكوادر الطبية والصحية، وبيلجأ في هذا الحال إلى دول متميزة في التعليم الطبي بتاعها، وطبعا مصر من الدول اللي يشهد لها كثير من الدول على رسوم إنجلترا مثلا بأن هم متميزين في الناحية التعليمية، فبيحصل استقطاب للطلاب أو للخريجين. ده الظاهرة ديت برهان على ما تقول، يعني ظاهرة ان انا يعني ايه ظاهرة هجرة الاطباء؟ انهم مطلوبين، مطلوبين لانهم مميزين، صحيح، لانهم متعلمين كويس، صحيح. طبعا احنا بنخسرهم لان احنا صرفنا عليهم زي ما قلت لحضرتك مبالغ كبيره جدا. طالب في الطب التعليم بيكلفك كام؟ ما بين احنا قلنا ما بين حوالي 55 ل 70 الف جنيه في كثير من الاحوال حسب طبعا التخصص ولكن في وده تكلفه فعليه بسيطه، لكن لما تيجي تشوف تكلفته في دول العالم بتصل الى 30 الف دولار و 40 الف دولار في المؤسسات التعليميه المنتشره يعني. لكن التحدي ده ليه كذا فاكتور او ليه كذا محور. المحور الاساسي هو هل هناك مقابل بيتقاضاه الطبيب عند تخرجه يستطيع به ان هو يعني يتعامل مع متطلبات الحياه وصعوبات الحياه من ناحيه زواج ومن ناحيه اولاد ومدارس، لان هو في النهايه انسان يعني اتعلم واتصرف عليه كتير ومحتاج ان في وقت من الاوقات ان هو يكون عنده حد الكفايه من الحياه. ده مش محقق بشكل كبير جدا في الوقت الحالي، وده سبب من الاسباب الرئيسيه ان بيخلي الطبيب عندما تتاح له فرصه عمل بشكل مغري اكتر ان هو يروح، وده احنا في النهايه بشر. الحاجه الثانيه طبعا انت بروح الحاجه الثانيه، طب ما تحقق له ما هو ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. المره اللي فاتت لما قلت لك طب ما تحقق العضو هيئه التدريس قلت لي 1 2 3 4، هو نفس الكونسترين. ما هو احنا خلينا بس واقعيين، الدولة انا مش بقدر اتكلم طبعا من بلسان زمايلي وفي وزارة المالية ووزارة التخطيط اللي هم يعلموا تماما الارقام اللي الدولة بتبقى متاحة ليها من الناتج القومي المحلي او حجم الديون وحجم عبء الديون وهكذا. لكن انا قلت لحضرتك قبل كده ان التحرك بالجنيهات يسمى بالمليارات، مظبوط. لكن احنا في النهاية انت عندك عدد من الجامعات فيها كلية طب توسعنا، يعني جامعات جديده فتحت فيها كليه طب، حتى الوادي الجديد فتحنا فيها كليه طب، العريش فتحنا فيها كليه طب، فاحنا بنفتح كليه طب. اضفت كم كليه طب؟ يعني ما يقلش عن 9 في الفتره اللي فاتت، وبالاضافه الى كمان جامعات خاصه. كان زمان عندنا 4 جامعات خاصه بس فيها طب، النهارده بقى عندنا مساحه حوالي 9 أو 10 جامعات خاصه فيها كليه طب، وبنسيطر على يعني جوده التعليم فيها علشان نطمئن على الخريج. فاذا احنا بنتوسع في كليات الطب علشان نعوض العجز، لكن في المقابل انا عندي استنزاف للخروج من الحالات. طيب المجلس الصحي المصري اللي انشئ بقالنا 4 سنين الحمد لله صدر قراره، هو هيحقق كثير من الامور اللي احنا بنتكلم فيها دي على الاقل من ناحيه الزماله ومن ناحيه التدريب والتاهيل، لان ده يخلي الطالب او يخلي الخريج عايز يتعلم اكتر. منظومه التامين الصحي عندما تكتمل، لا الطبيب اللي بيشتغل في منظومه التامين الصحي يمكن تقول 3 أو 4 اضعاف الماهيه العاديه بتاعت زميله اللي مش فطبعا منظومه التامين الصحي على مدار السنين هتبتدي انها تتوسع عشان تشمل محافظات الجمهوريه. ففي خطوات بنعملها، بنعمل دراسه دلوقتي مع وزاره الماليه علشان نشوف نقدر ازاي نقدر نحرك، وده بتكليف من سياده الرئيس هذا الموضوع، لكن طبعا ده ممكن ياخد وقت. فدي كلها بتؤدي رواتب في الاطباء، ممكن ان احنا عند النظر لبعض الارقام اللي ممكن الدوله تقدر تتحملها في وقت معين نقدر ان احنا ندرسها، لكن بنعمل الدراسه على الاقل عشان الدراسه تبقى جاهز متوفره قدامنا لحد دلوقتي. لكن كل ده بيؤدي الى الظاهره اللي احنا بنعملها. يمكن احنا خسرانين، لكن في نفس التوقيت عندنا ضيق في عدد الاطباء بنحاول نتغلب عليه بزياده اعداد الكليات وزياده الالتحاق بكليات الطب وعداله التوزيع، لان برضه ممكن يكون في مكان في زياده او في مكان في نقص. عشان كده بنروح للمحافظات البعيده ونحاول ننشئ فيها كليات طب عشان نوطن المهنه في هذا المكان. يعني انا لما اروح الوادي الجديد وانت عارف عدد المواطنين في الوادي الجديد قليل، او في مطروح مش كبير، لكن لما اعمل كليات طب في اماكن متباعدة انا هنا باكد فكرة ان يبقى عندي ابن الناحية خدمة صحية في المحافظة دي، مظبوط، محتاجش ابناء المحافظة ان هو يسافر بعيد.